مشاهدي قناة الحياة الأحباء، سلام المسيح يملأ قلوبكم. إحنا معكم في حلقة جديدة ومسجلة من برنامج الدليل. النهاردة بنعمة المسيح بناخد جزء جديد من أساطير اليهود. خليني أبدأ معاكم على طول بعنوان حلقتنا: غرام محمد بأخبار وأساطير بني إسرائيل. رسول الإسلام كان واثق جدا أنه اليهود عندهم وحي سماوي، وبيعرف تمام المعرفة إنهم بيتبعوا الإله الحقيقي الواحد والوحيد في هذا الكون، ودخل لا يتجه ليهم وينهل من كتبهم. لكن الكارثة كانت في جهله بخصوص التفريق بين الوحي الإلهي ووحي الخيال، والنتيجة كانت القرآن اللي احنا شايفينه. والغريبة إنه محمد ألف قرآنه من كلام الإنس، ومع ذلك بيتحدى به الإنس. هل في منطق؟ خلينا نرحب بوحيد ونشوف حلقتنا. أهلا بك يا وحيد. أهلا فدوى، وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان. الرب يبارك حياتكم جميعا. إيه المنطق في أنه بياخد من كلام الإنس وبيتحدى به الإنس؟ لا تبحثي في الإسلام عن منطق. هو هم نفسه يقول لك من تمنطق فقد تزندق. إذا كان ده أساسا الدين مبني كده، فلا تبحثي في الإسلام عن منطق خالص إطلاقا يعني. طيب ايه المنطق في انه محمد او اله القران يتحدى، هو تحدى كل الانسان؟